بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي الطلبة. نكمل معكم اليوم محاضرة الكارديو فاسكولار سيستم. وصلنا بالدرس الماضي مثل ما تتذكرون إلى البريشر تشينجز بالكارديو فاسكولار، وتكلمنا بعض البرنسبلز عن البريشر تشينجز متمثلة ب كيفية احتساب أو لماذا تم احتساب من 120 ملم، يعني عفوا مليمتر ميركوري وليس ببقية الوحدات. وصلنا إلى الفنتريكولار بريشر تشينجز، وهي أهم موقف أو أهم موضوع فيما يخص البريشر تشينجز، وهي حتى قليلة بالحقيقة لكنها كموضوع كشرح لكن أهميتها كبيرة لتشخيص الكثير من الأمراض. زين، التسجيل مال المحاضرة راح يكون متوفر، فضلا عن أنه التسجيلات السابقة اللي ذكرت لكم إياها موجودة بالكلاس روم، بالعفو بالبروفايل الأكاديمي واليوتيوب، وإن شاء الله حتى على الكلاس دا نزلكم ياهن كاملة. يبدأ يعني initiation or خلينا نقول the left ventricle develops a maximum pressure، يعني يبدأ أعلى ضغط بالتكوين بالليفت ventricle ويكون during the systole وبقيمة بمقدار pressure 120 مليمتر ميركوري. لذلك الايورتيك بريشر ريز ذا سيم بيك فاليو. هذا مين نعرفه لما نرجع الى الرسم البياني، اذا نرجع للرسم البياني اللي حكينا عليه بالدرس الماضي، تلاحظون انه اثنينهم يوصلون الليفت فنتريكل زائدا الايورتا، اثنينهم يوصلون بنفس المقدار نفس القيمه اللي هي 120. هذا الايورتا بالمقطع والفنت ليفت فنتريكل الخط المستقيم. بعد ذلك هنا نلاحظ هذا شو وقت كان، قلنا هذا بالسيستولي، بالسيستولي. طيب لو نلاحظ احنا عندنا بالدايستولي ايش راح يصير؟ عندنا بالدايستولي باعوا بالدايستولي هذا الدايستولي، هنا نقيس هذا السيستولي وصل 120. بالدايستولي الضغط بالليفت فنتريكل ينزل يصير صفر، زين يصبح صفر. فاذا البريشر تشينجز بالليفت فنتريكل ديورينج سيستولي اند دايستولي هو يمثل 120 الى صفر مثل ما تلاحظون. ليش يصير صفر؟ لانه الفنتريكولار بريشر فولز تو ذان ان ذا ثوراكس، اللي ايش قد هو بالثوراكس قلنا تتذكرون قلنا 755 تقريبا صفر بالبريشر تشينجز. فيصير عندي الفنتريكولار تشينجز لهذا السبب تكون 120 على صفر. لكن بريشر بالايورتا لو نرجع ايضا للصوره، واعوا الايورتا وبسبب الالاستيك ريكويل مالته ايش قد يصبح؟ باعوا هذا هنا بريشر مال فنتريكلز وصل صفر بالدايستولي، بينما بالايورتا ولكون عندي الالاستيك ريكويل اللي موجوده، ولانه موجود بالاتريال وولز مالته تكون يعني بيها هاي السموث ماسلز، لذلك الضغط ما ينزل للصفر وانما يصير عنده The pressure falls only to 80 millimeter mercury. إلى حد ما إن النكست سيستولي. نرجع نأكد بالصورة ونباوعها. هنا يبدأ بالليفت فنتريكل بالسيستولي يوصل إلى 120. 120 ماكسيموم اثنينهن. الفنتريكل بس دايستولي الفنتريكل بريشر يصير صفر، بينما بالايورتا يبقى محافظ على ال 80 بسبب الالاستيك ريكويل. لذلك البريشر ان ذا ايورتا يصير يعني فلكتشويتد
بتوين 120 إلى 80، وهذا هو الضغط اللي إحنا قاعد نقيسه أثناء ما نستخدم السفيجمومانوميتر والميركرال ونحطه على إيدنا أو حتى الإلكترونيكس. زين، في الفروقات تسمى 120 على 80. بالرايت فنتريكل لو نرجع ايضا على الصوره بشكل سريع، هذا الرايت فنتريكل، هذاك شنو كان؟ ليفت فنتريكل. زين، ليش صار بهذا الفرق؟ شلون يعني عرفنا 120 على 80؟ لان الليفت فنتريكل مرتبط بيما بالايورتا، الايورتا مرتبط ببقيه الارتريز اللي توصل، بينما الرايت فنتريكل وين رايح؟ بالبولمناري ارتري. هذا ما نقدر نقيس، خلينا نجيب الكف وين موجوده على الرئتين نشدها، ما نقدر. فاذا لاحظوا الفروقات، مجرد الضغط اللي يصير بالرايت فنتريكل ديورنج سيستولي يكون ماكسيمم مالته هو 25 25. ايضا بالدايستولي ينخفض الى الصفر بالرايت فنتريكل، لكن بالبولمناري ارتري وايضا لانه ارتري يهبط فقط الى الثمانيه، فلذلك راح يصير عندي الفرق بالنسبه لل البريشر تشينجز بالرايت فنتريكل، الفرق راح يكون 25 على 8. اذا بالرايت فنتريكل وحد السيستولي دايستولي قد الفرق مالها 25 للصفر، بينما بالبولمناري ارتري يصير يهبط الى 8 فقط، وبذلك يصبح البريشر تشينجز 25 الى 8. هذه هو كل اهميه مهمه الموضوع مال الفنتريكل فنتريكولا بريشر تشينجز. هنا شباب بالنسبه للصوت يعني افضل تراجعون يمكم السيتنجز مالتكم بالحاسبه او بالموبايل على مود تسمعون الصوت، الصوت كلش واضح، انا شيكته بالتسجيل، سويت تسجيل تيست. نرجع بالنسبه للاتريال بريشر تشينجز، بالاتريامز الضغط يختلف، ما نقدر احنا يعني نقيسه مثل ما نقيس بهذه البساطه اللي نقيس بها الفنتريكل، لان هي ببساطه واحد ياخذ الاتريامز وين مرتبطه بالفنتريكلز، يعني ما عندنا خلينا نقول ديفايسز بسيطه تقدر تقيس بالانسان الطبيعي بدون ما نسوي له كاثيترايزيشن او. وحتى بالنسبه الى اذا اريد نسجل هذا التريس مالته او ايش قد القياسات راح تكون عندي كلش صعبه. زين، ليش عندي يعني الفولوز ا كومبلكس باترن؟ بسبب انتر بلاي اوف سيفرال فاكتورز، بتداخل عده عوامل. اولهن الاتريال كونتراكشن او ما يسمى بالسيستولي اسوشيتد وذ بريشر رايز ان ذا اتري، وهي لاست فور اونلي 0.1 سكند. يعني لاحظوا لو بس مره اخيره نرجع على هذا التريس وبعدين شوفوا هنا، يعني لو تلاحظوها هنا ايش قد هاي 0.1 سكند، عشر من الثانية أول ما يبدي. زين، بالأتريام. زين، مواني بهالحالة يعني هنا هو مو موجود، أنا دا أشبه لكم أشوفكم هنا ايش دا يصير، هذا اللي بالفنتريكلز، بس هو بالأتريام نفس الشيء تقريبا، بس باعوا الفارق بالفنتريكلز قد يستمر تقريبا نص ثانية أكثر، العفو أي نص ثانية، وكذلك بالدايستولي تقريبا الوقت كلي، بينما هذا البوينت 1 عشر من الثانية انا ما انطي القابلية لان اقيسه حتى لو كان عندي يعني مجموعة من الاجهزة. فاذا اول عامل هو شنو عندي الفترة الزمنية مالته كلش قصيرة السيستولي، وريمايندر اوف ذا كاردييك سايكل اتريال مسل ان ستيت اوف ريلاكسيشن، يعني دايستولي معناها اذا اريد قد يطلع عندي الضغط يكون خلينا نقول مثلا 10 والبقيه صفر، ما اقدر اقول فلكشويتد 10 صفر لانه فتره زمنيه كلش قليله ما اقدر تحسبها، بس بقيه الفتره كلها ريلاكسيشن بالدايستولي يصير صفر. العامل الاخر هو ذا ايزومتريك كونتراكشن اوف ذا فنتريكلز كوز ذا ميترال اند ترايكاست وال تو بلج انتو ذا اتريا، يعني معناها عندي اكو عامل اخر يساعدني بزياده الضغط، احنا ذكرناه سابقا واني سبق وان ارجع اذكر دوما انه احنا اكو احداث حاكينها راح نلاحظها هسه، بس بوقتها في وقت محدد من كنا نحكي عن شيء معين هي موجوده تخص جزء اخر، بسبب انه الكاردياك سايكل تحدث بثانيه واحده
بكل الجسم، بكل عفوا بالكاردياك بالهارت ماسل، كل ساعه تتكرر نفس الاحداث. مثل اللي قلنا عليكم هاي اللي سميناها الطبقات او سميناها الليفلز. عندما يصير عندي الكونتراكشن الايزومتريك كونتراكشن، اكيد راح يصير عندي بلجنج او ارتفاع او تصعد الى الاعلى. اذا بالاتريومز هاي الفايبرس سبتم، اذا صعد على سوالي زيد لي الضغط في داخل الاتريوم، وبالتالي هذا معامل جديد. شلون اقدر اقيس من عنده بالبوينت 1 من صفر الى بوينت 1 ذيك الساعه؟ هسه الان ايش قد التايم ماله من بوينت 1 الى بوينت 15؟ يعني نصف جزء من الثاني. اول واحد جزء من الثاني، الثاني نصف جزء من الثاني. بعدين عندي العامل الرابع. however as soon as the aortic and pulmonary valves open the ventricular formal volumes decrease rapidly. راح يساعدني شنو؟ عندما تفتح السيميليونر فالز الفنتريكل فوليومز ايضا راح يصير عندها ديكريز رابيدلي، راح يزيد الحجم مال من مال ارتري. بهالحاله ايش راح يصير؟ الاي في رينج ديسند انكريز ذا فوليوم اوف ذا اتري ذا اتريال بريشر فورس شاربلي. معناها مباشره وراها راح يصير عندي انخفاض حاد بالضغط بسبب انه انتقلت عندي هذه الاي في رينج الى الاسفل، زاد الحجم قل الضغط مالته، صار عندي تغيير اخر. زين، والعامل الاخر عندما يرجع البلاد الى الهارت ما يستطيع ان يدخل الفنتريكال، بريشر ان ذا اتريا بولز تايم بولز اب تايم، مش وقت ينتظر الى ان يصير 0.2 تو 0.45 يلا يقدر يصير عندي زياده بالضغط عامل يسمح يصير فرق بينه وبين الفنتريكلز، وبالتالي يصير عندي قدره لفتح الصمامات ويعبر البلاد. لا لاحقا العامل الاخر لاحقا with the relaxation of the ventricles زين atrioventricular rings move upward toward the base of the heart decreasing the volume of مره اخرى حدث عندي هذا الحكي. يعني بالايزومتريك كونتراكشن صعدت لي فوق، وبالايزومتريك ريلاكسيشن هم تصعد لي فوق. زين ايضا راح تغير لي بالحجوم بالحجم، زيد لي الضغط بالاتريوم، وبذلك هذا شو وقت الحكي؟ جاست بيفور 45. وهاي من نقول جاست بيفور 45 هي الحقيقه الفيرذر فيلنج اللي قلنا عليه ابو 30% من ستروك فوليوم. لاحظوا ايش قد عندي انا عوامل متغيره، شلون اقدر اقيس هيك ضغط؟ يعني ما يصير، صعب علينا. زين العامل الاخر عندما تنفتح الميترال والترايكاس بالفتره ال 45.45 the pressure in the atria and ventricles fall in the atria and ventricles. لاحظوا ينخفض الضغط في هذه المرحله، يعني صار صعود ارتفاع انخفاض ارتفاع انخفاض ارتفاع انخفاض او تساوي، وبالتالي صعوبه الحصول على تريس واضح بالنسبه للاتريال بريشر تشينجز. ايضا البلد ريتيرنز تو ذا هارت انترز ذا اتريا اند فنتريكلز اند ذير بريشر بيلد اب توجذر تيل تايم 0.8 سكند از ريتش وين انذر اتريال كونتراكشن اوكر. يصير عندي اعاده مره ثانيه لكل الاحداث اللي سبقتني، وبالتالي توصل الى بوينت 8 يبدا الضغط بالازدياد يتهيئ لغرض يعني الاتريال انذر او نيو اتريال كونتراكشن اكرز. هذا كان الموضوع، حكينا على البريشر تشينجز بالفنتريكلز والاتريامز. نتكلم الان عن الفينوس، الفينوس بالفينز شو يصير عندي؟ احنا مو حكينا بالاتريامز، فاذا نتكلم الان العفو بالايورتا، الان نتكلم عن الفين. عندي الفينز نير ذا هارت شو سيميلر بريشر ويف تو ذوز ان ذا رايت اتريوم. باعوا هسه احنا قبل قليل شان موضوعنا قلنا الاخير اتريوم اتريال بريشر تشينجز بالبوث ليفت اند رايت، بينما الفينز اللي نتكلم عليها هي وين نتكلم؟ الرايت اتريوم الفينز تدخل، لان الليفت تعطيني يعني مرتبطه ما مرتبطه بالفنتريكلز قبل، بينما الرايت وين مرتبطه؟ مرتبطه بالجريت فينز سوبيريور انفيريور فينا كافا. زين هذني
يعني بحجمهن وقدرتهن قصدي على الاستيعاب هي توازي الايورتي، لكن هذني يرجعن الايورتي يخرج لنا البلاد. الفينز هذني المجاوره الى القلب جهه اليمين تشبه الضغط مال الرايت اتريوم. لاحظوا هنا شلون زقزاق صاعد ونازل صاعد ونازل، وهو يطب يعني يؤكد الكلام اللي حكيناه وشرحناه قبل قليل عن العوامل اللي تسوي صعوبه تسجيل التريس مال الاتريال بريشر تشينجز. بما انه عندي يعني الفينز هي امتداد للاتريوم، امتداد او الاتريوم هي امتداد للتواصل مع الفينز، زين، فيما عدا يعني في كل الوقت فيما عدا بريف اتريال سيستولي the atrial pressure changes will be transmitted back to the veins. يعني من الصير عندي السيستولي اللي هي شنو هي السيستولي كامل اتريال كونتراكشن، من يتقلص الاتريوم راح شو يسوي لي؟ راح يسوي لي ترانسميتد باك للضغط هذا المختلفه الى الفينز، فينطيني 3 بيكس. هذني البريشر تشينجز اللي بالفينز نقدر نشوفهن عن طريق 3 بيكس اللي هي الاي والسي والفي. الاكس والواي هذني مو بيكس، هذني عباره عن مناطق تمييز نميز بها السي عن الفي، سي عن الفي. اذا هذا الاكس والواي مهمل القيم. شنو النذني الثلاثه؟ الاي caused by atrial systole، لذلك نسمي اي نسبه الى الاتريال سيستولي اي، وهي شنو عباره بسبب شلون جتني قصدي سفنكتر لايك اكشن، يعني الفعل اللي يشبه العصر مات من اتريال مصل عليه من يعني الضغط بالمنطقه اللي تحيط بمنطقه الدخول لهاي الفينز. شو تسوي تبدي تضغط عليها، تسوي مثل العصر عليها او الضغط سفنكتر لايك اكشن، زين، راوند ذا انتري اوف ذا اتريال veins العفو the veins prevents this being due to simply to transmission of arterial systole to the veins. اذا اولا يمنع عوده الدم بهذا الغلق سفنكتر لايك اكشن، وبنفس الوقت يسوي ترانسميشن المن للويف مال الاتريال كونتراكشن الى الفين، فينطيني هذه التريس او هاي البيك وتسمى تسمى او ماكزيما تسمى بالاي. لكن بنفس الوقت ارجع ونقول صعوبه قراءه هذا الموضوع انه بعد الضغط ما مكتمل ان ايبل تو امبتي، لا يستطيع ان يسوي امبتينج انتو ذا اتري، زين، يعني بهالحاله الاتريوم لا زالت تسوي بناء بالضغط، وبنفس الوقت هذني الفينز من انغلقت عليها بعد ما تقدر تدخل البلاد الى داخل الاتريوم، يعني البلاد يجب ان ينتقل من الاتريوم الى الفيتريكلز بعد ان ينغلق هذا الفين. السي هذا السي الماكزيما الثانيه هي هي عباره عن سينكرونس وذ ذا بلس ويف ان ذا كاروتيد ارتري، لذلك اتانا حرف سي. شنو سي؟ تشريحيا الكاروتيد ارتري يمشي مجاورا الى الفينز اللي تدخل الى الاتريوم بصفها، اول ما تدخل يكون قريب لها وملاصق لها شنو هو الكاروتيد ارتري، فتناغم ما بين او الذبذبه او شو نسميها سينكرونس يعني، زين، التناظر انطاني انتقلت الويف مال الكونتراكشن ويف اللي موجوده بالارتري، هذا ارتري يعني ب 80 تقريبا بريشر، ف 120 على 80 انتقلت المن الى الفين اللي مرتبط بالارتري، فشنطاني نطاني ماكزيما او بيك سميناها سي. من جاي سي؟ من كاروتيد ارتري، وهي تمثل corresponds the arterial pressure peak occurring at
0.15 زين. And is it due to the bulging of AV valve during isometric contraction phase. نرجع لو نرجع للعوامل اللي قلنا عليها ذيك هسه الفاكتور اللي صعب نقيس في الاتريوم قلنا لكم بال 0.15 ما لكم علاقه بالهسه الرقم الثاني بس نهتم دائما بالرقم الاول بال 0.15 سكند تصير عندي هاي تصيرها اسندنج الى الاعلى بالايزومتريك كونتراكشن فيز وبالتالي يرتفع الضغط. فاذا هي تمثل لي بنفس الوقت هذه الويف. الفي شو تمثل؟ كورسبوند ذا بيك تو ذا بيك ان اتريال بريشر ويتش اكر جاست بيفور 45 سكند 0.45 وهي سبب filling of the atria whereas the AV valves are shut and the upward movement of the AV ring at the end of ventricular systole. نشرحها بشكل نوضحها أكثر. إذن هاي الويف V شو تمثل لي مثل ما قلت القمة مالتها هي الاتريال pressure اللي قلنا يرجع back transmitted. شو وقت اللي لكن شو وقت اللي تحدث؟ تحدث فقط قبل ال 0.45 اللي قلنا عليه يصير further filling بعدين تنغلق يبدي شو يصير filling of the atria تبدأ يرفع الضغط يبدأ بالضغط بالارتفاع داخل الاتريوم preparing for the next contraction. وبهالحالة ال AV valve shut and the upward movement of the AV ring at the end of the ventricular systole. طبعا ويزيد يبدأ بزي شون يبدأ الضغط قلنا يدخل البلاك تنغلق هذني الاي في هاي تصعد الفايبرس لين يبدي يزيد الضغط عمود يتهيأ لي النكس سيستولي. لو نرجع نباوع هنا ذني ثلاثتين باعوا يعني اول ما بدا اقوى ثم بدا اول ما بدا كان قليل الضغط بدا يصير اعلى ثم بعد ذلك انخفض يبدا بالصعود الى ان يحدث لي النكس كونتراكشن وهكذا يستمر عندي الضغط. ال pressure changes بال veins produce the venous pulse. هذا مباوع لو مباوع على الشخص على رقبة الشخص أي شخص عندنا موجود مباوع على جهة اليمين مالته راح نلاحظ إنه تكون عندي هاي ال veins واضحة visible ولكن ما تظهر أثناء الوقوف وإنما إذا طلبنا من الشخص أن يستلقي أو ينام يعني على ظهره ونركز على جهة اليمين. اليوم سووا تجارب على بالبيت كلكم سووا هاي التجربة جيبوا واحد ونيموا وركزوا على جهة اليمين راح تباعون أنه عندي النبض يكون ظاهري جدا على هذه الفينز اللي موجودة جاجولار يسمى جاجولار وكذلك إذا ألزمها بأطراف الأصابع السبابة والوسط السبابة والإبهاء والوسطى أخلي عليها راح أحس بالضغط مالته. ودائما ننتبه حتى نشوف دائما يطلعوننا يعني بالأفلام الشخص من يريدون يكون ميت عايش لو ميت يحطون إيدهم على جهة اليمين على هذا طبعا غلط من يخلي على اليسرى سوى اليمين أصح يشيك أكو ضوء نبض لو ماكو لأن هذا أسرع يشوفه من القلب. شيء آخر مهم جدا بعض الأحيان مثل ما تعرفون إنه all the veins above the sternal angle usually collapse because their pressure is subatmospheric. إحنا قلنا الضغط الجوي الضغط عندنا البريفرنس مالنا الضغط الجوي بالثراسك كافيتي أقل لذلك يكون نيجاتيف لكن أعلى عنده ابتداء من القص عظم القص صعودا إلى نهاية الرأس الفينز تكون في حالة كولابس. ليش؟ لأن الضغط بعد سب أدموسفيرك وبذلك أقل من الضغط الجوي الخارجي بهواية فتره ولكن يعني لذلك لا يظهر عندي هذا من قلنا لكم من حالة الوقوف. ليش ما يظهر إذا سألنا هذا السؤال ليش ما تظهر في حالة الوقوف هذا البلسيشن اللي موجود بالنيك بسبب أنه البرشر pressure is sub-atmospheric وين يكون موجود بالveins above the sternal angle وهي تكون يعني always usually collapsed. ولكن أحيانا هي يسألني سؤال واحد أو مو يسألني يعطيني ملاحظة يقول لي لكن أنا شفت شخص هو واقف ظهرت عنده هذه النبضات بال
بجهة بالرقبة بجهة اليمين ظهرت عندها هاي النبضة. سببها أقول له إذا ما عنده venous congestion is present، يعني إذا عنده venous congestion راح يظهر عندي هذا الحكي، يعني تظهر عندي pulsation بالright side of the neck، معناه هذا عنده venous congestion. venous congestion ومرتبط بحالة مرضية، هاي أطباء هم يعانوا لعجب. زين، the venous pulsation من ذاكرنا are seen best in the right external jugular which is in direct continuity with the superior vena cava and the right atrium. إذن the venous pressure changes are too small to be palpable. هذا إن venous pressure هي مو تمتد، هذا الجيجولار يأخذ على اليمين أيضا أكو فينز مرتبطة تجيب له البلاد، لكن هذه تكون صعبة التحسس لأنه أو قياسها لأنه تكون أقيامها صغيرة جدا ولا نستطيع قياسها. الآن نحن نتكلم على موضوع الـ ventricular volume changes. منو عنده سؤال على الـ pressure changes؟ طيب نستكمل. الـ ventricular volume changes، تغير الحجوم بالـ ventricles. احنا تعرفون قلناكم قلنا انه هو الفوليومز هي كونستنت اللي هي ايش قد 70 ام ال. اذا الفنتريكولار فوليوم الكونستنت ديورينج بوث، يعني ثابته الحجوم ديورينج بوث ذا ايزومتريك كونتراكشن فيز اند ذا ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. ونتذكر تكون ناها بالكونتراكشن فيز بوث ار فيلد وذ 70 ام ال اوف بلاد، بينما برك ريلاكسيشن بوث ار امبتي اوف بلاد وتكون زيرو بلاد، لكن الحجم شنو هو؟ هو كونستنت ثابت. Thus with the onset of systole، اول ما يصير عندي systole the first 0.05 خمسة اعشار الثانية، قد لاحظوا يعني وقت كلش يعني ما اعرف شلون اوصف لك اياه بالقصر مالته. There is reduction in the volume. يمثل لنا اياها بالصوره التاليه. اذا عندي بالايزومتريك، لاحظ الصوره ابنائي. لاحظ عندي بالايزومتريك كونتراكشن، ايزومتريك ريلاكسيشن، الفوليوم ثابت. زين؟ باعوا. ولكن هنا في هذه المرحلة، في هذه المرحلة اللي هي ايش قد تكون اول 0.05، هذا هنا الزمن طبعا، وهنا عندي الحجم، هذا الحجم باعوا الحجم، يعني الحجوم ثابتة عفوا هنا وهنا في كل الوقت مال الايزومتريك والايزومتريك ريلاكسيشن. لكن في اول خمسة اعشار من الثانية ريدكشن فوليوم، يبدا يصير عندي ريدكشن بالفوليوم انخفاض بالحجم. هذا يحدث عندي بمجرد ما الايورتيك فالف هاز اوبن فنتريكولار فوليوم ايضا ديكريز از ذا بلاد از ايجكتد انتو ذا ايورتا. ذا ريدكشن از ايجكشن از رابيد بيرس ليت ان سيستولي ايجكشن ريديوس. نبقى على هذا الموضوع، اول خمسة اعشار يبدا عندي ريدكشن تغيير بالفوليوم، ما ينفتح عندي الايورتا والبولمنر راح تصير شارب كل سريع، بعدين يصير ثابت تقريبا الى نهايه المرحله. زين، وراها فور ذا فيرست 0.5 يعني 0.5 سكند العفو اوف دايستولي، هذاك وين كانت الاول وحده؟ هذه وينها؟ شوفوا وين سيستولي. الثانيه وين؟ بالدايستولي. There are again no ventricular volume changes at the ventricular muscle fiber relax isometrically. نرجع للصوره، باعوا هنا كان متعاده وعاد صار عندي ريدكشن، صار عندي ايزومتريك معناه حجم ثابت ما تغير عندي بالحجوم. شي يصير بها من ينفتح المترال فالف the opening rushes into the ventricle
and the ventricle volume increase rapidly at first and later more slowly. وبالوقت اللي يكون ب 0.4 of 0.5 second of diastole has stopped, the filling has been such that the ventricular volume by increasing by 50 ml ويساوي 70 of the next stroke volume. راح نشوفه ونكمل الحكي ونرجع على الصوره نشرحها. الاتريال كونتراكشن ان ذا لاست 0.1 second of ventricular diastole completed the filling by the adding further 20 ml. اول شيء بالventricular diastole هذا السيستولي هذا الدايستولي اطول منه، تعرفون احنا قلنا لان ذاك 0.3 هذا 0.5 تقريبا، زين العفو 0.1 0.1 0.15 بنفس الوقت، يعني ما لا 0.3 0.5 0.5 سكند. اول ما نوصل قبل ما نوصلها الى ال 0.5 او من نوصلها يكون عندي الفلنج فيري رابيد كويكلي العفو امبتينج سريعا جدا التفريغ. بعد ذلك هاي ستروك فوليوم 70 هاي 70 تنتج قبل ما ابويا مع نهايه الفنتركلس ستوري وقبل ما تحدث ستروك قبل ما يحدث عندي النكست بيت الاتريال كونتراكشن يسوي لي فالنج فرذر فالنج اللي هي 0.1 سكند فتستكمل عندي الفوليوم اللي هو 70 70 سي سي 20 ب 50 يصير 70. طيب هذه الحجوم او يعني فنتركلر فوليوم تشينجز بالاتريال ليست مهمه واحنا تكلمنا عليها سابقا ماكو ما راح نتطرق لها هنا في الاتريال فوليوم تشينجز. احد عنده سؤال الى هنا؟ وصلنا الى ما يسمى بالميرمرز. اولا نعرفها، هي عباره عن sound that hearing during the cardiac cycle in addition to the normal heart sound. مع الهارت ساوند الطبيعيه نقدر نسمع صوت اخر تسمى الميرمرز. تقسم قسمين، اللي تحدث during systole، طبعا هي بما انه هي ميرمرز ساوندز من ينتج لياها داخل القلب؟ قلنا الفالفز. عندي تو سيتس، واحده تصير بالسيستولي واحده بالدايستولي. زين اخر سلايد ياهو بنتي تقصدي مال ال هذا بنتي نور الهدى، هذا السلايد تقصدي عند العيده؟ ايه بنتي هذا احنا قلنا نقول عندنا المترال فالفز من ينفتح المترال blood rushes into the ventricle on the ventricle volume increase rapidly at first and later more slowly. هذا وين من ينفتح عندي هنا اول مره سريع بعدين يجي يصير عندي مور سلولي بعدين يصير عندي حاله الايزومتريك ريلاكسيشن. شلون يبدا الريلاكسيشن؟ تبدا الريلاكسيشن اول مره يصير عندي كلها فارغه، هنا أنا كلها مليئه، هنا أنا كلها فارغه، يعني فرغت منه الفنتريكلز. يبدا الان من جديد الستروك الجديد مالي، الستروك الفلنج ياخذ على تو ستيبس، الاول يكون سريع وقبل ما ينتهي الاتريال كونتراكشن من جديد راح يرفع لي الكميه ب 20 سي سي، يعني 70% 30%، يلا يصير عندي الفلنج بالفترات الزمنيه هاي المذكوره امامكم. زين اما بالنسبه للميرمارز قلنا عندي تو سيتس اوف فالفز اللي تحدث ديورنج سيستولي تسمى سيستوليك ميرمارز. And والميرمرز اللي occurring during diastole تسمى diastolic murmurs، مو صعبة هذه. زين وتحدث بسبب turbulence in the blood of its flow through the wave. عفوا تحدث سببها شنو؟ turbulence يعني
اضطراب او حركات، او خلينا نسميه المتغيرات السريعه اللي تصير بالبلد من عند ما يعبر، يعني شكل الفلو مالته، هذا نسموه تيربلانس، اضطراب البلد من يعبر من الفالز، سواء كانت يعني ديورنج سيستولي او ديورنج دايستولي. الفالفولار ديزيز هذه may prevent adequate closure of the valve so that the blood regurgitates back through the partially closed valve. احنا الان نوضح، اذا نوضحنا قلنا من يصير عندي بشكل الطبيعي الانسان ما تطلع عنده اصوات اضافيه، ما زال الفالف ده تشتغل بشكل سليم، تفتح وتغلق بشكل سليم. لكن الفالف اذا صار مريض، صار بمرض معين، الغلق ما راح يكون تام، وبالتالي blood regurgitates يعني يعود back through the partially closed valves، المغلقة جزئيا مو كاملة، ما تنغلق بشكل تام، فراح يرجع جزء من البلد إلى الخلف. هذا راح يسوي لي هي هاي الحالة المرضية اللي هي مرمر نكتشفها. اللي يحدث during systole in case of mitral of or tricuspid competence giving the rise of systolic murmurs. وينما اللي تحدث during diastole هي وين تصير؟ تصير بالaortic or pulmonary valve is faulty and giving diastolic murmurs. اذا احنا ذي تسه قلنا بشكل عام المرمرز منها systole منها diastole، لكن اللي تصير بالمترال والترايكاس تسمى systolic، بينما اللي او ديورنج سيستولي اذا سمعت اكو عندي ميرمر معناه هذا بالمترال انترايكاس، لكن اذا بالدايستوليك سمعت هاي الميرمر معناها بالايورتيك اند بولمينري بالز. ايضا الميرمر قد تحدث بسبب يسموه ناروينج اوف ذا فالف اورفيس which is known as استينوسيس. استينوسيس يعني دي كانت تسمى سيستوليك دايستوليك ميرمرز، نا يصير عندي ستينوسيس يسموه ميرمر ستينوسيس ميرمر. سببها شنو؟ سببها انه عندي ناروينج اوف ذا فالف اورفيس، فتحه هذه تبدا تصبح ضيقه جدا. واوصف لكم اياها بشكل جدا بسيط، انتم اكيد كلكم بالبيت تستخدمون الصونده يعني مال المي مالتنا، اذا تخلون المي يمشي بيها بشكل طبيعي ما تسمعون بيصات، او خلينا نقول قوه او عبور الماء بيها عادي، بس اذا نضيق الفتحه بواسطه الايد المي راح يروح ليغا حتى يصير بيه نوع من تقريبا يعني اذا ركز هو اكو صوت بيه، اذا ضيقنا الفتحه هذا يسموه ستينوسيس. ايش يسوي هذا الحكي؟ يسوي لي رابت باساج اوف بلاد ثرو ذا فالف، عبور البلد بشكل سريع جدا بالبلد العفو بالفالف، ينطيني صوت يسموه استينوسيس، وبنفس التقسيم والتصنيف عندي the mitral and tricuspid nodes will give a diastolic murmur. هنا انتبهوا رجاء هنا ننتبه تخت هنا هذه الحاله عكس الحاله الاولى، لا مو بالاستينوسيس، بالميرمارز سيستوليك ميرمارز اللي سببها الصمام نفسه يعني كلوزر مو كامل فالفولار ديزيز، تنطيني السيستوليك منيه، قلنا السيستوليك يا تقبلها بالهذه السيستوليك عندي منيه المترال والترايكاس، بينما الدايستوليك ايورتيك، بينما بالاستينوسيس اذا صار بالمترال والترايكاس تسمى دايستوليك ميرمر which will reach a maximum during the diastole، بينما when atrial contraction يعني forces blood through the valve into the ventricle، بينما بالايورتيك اند بولمينري ستينوسيس give rise to a systolic murmur. لاحظوا اذا فرق نا كبير معاكس للحاله الاولى، بالستينوسيس يختلف عن الميرمر. زين اذا هنا ايضا اكو يعني مود نفهم شلونها الحاله، اذا عندي هذا العبور او التيربولانس، هذا التيربولانس او الاضطراب اللي يحدث يسبب لي فايبريشن مثل ما ذكرنا في الدرس السابق وين فالز، وتنعكس هذا الحقيقه على تشيست وول
واللي هي تكون with low frequency components. The variation can be felt when the flat of the hand is applied to the chest wall, such as a palpable manner stern atrial. إذن إجانا هسا مسمى ثالث. Stenosis عرفنا. هسا عندي فشي آخر اسمه ثرل. ثرل. شنو هذا الثرل؟ إذا أحط الإيد مالتي أو حافة الإيد مالتنا الخارجية، إذا أخليها على chest wall من الأمام، نقدر أحس أو بالضبط أقدر أحس هذه أو بالضبط felt يعني أحس بها هذه الثرلز. ثرل هو شنو الثرل؟ يعني جريان سريع. أقدر أحس بها هذه إذا حطيت الإيد على القفص الصدري، وبالتالي راح تكون سببها شنو؟ هو عبور البلاد ويسوي لي فايبريشن تنتقل إلى تشيست وول، وأقدر أحسها إذا كانت with low frequencies. ليش؟ لأن إذا كانت low frequencies مالتها can be felt. إحنا تتذكرون قلنا low frequencies تكون عالية، شفتوها بالرسم البياني، بينما من تكون القصيرة يعني تكون مثل الموجات الفيزيائية بالفيزياء، الموج الطويل والقصير أيهما أكثر تأثيرا؟ القصير يكون بتأثيرات لأنه ممكن نحسه أو نشوفه أو نقيسه بشكل أفضل، بينما الفريكونسيز with high frequencies can be heard rather than. يعني إذا أجيب السماعة على الصدر أقدر أسمعها هذه الثرلز إذا كانت بعدها قليلة والفريكونسيز مالها، يعني قصدي من واحد يحط إيده إذا ما سمعت شيء أسمع بالسماعة ربما أسمعها أفضل كبداية، راح يصير عندي بداية التشخيص لهذه الثرلز. موضوع الآخر هو موضوع الهارت بلوك. هنا أكو بس ملاحظات، المفروض أو الحقيقة الأصح أنه إحنا ننطي الإي سي جي هنا بعدين نجي نحكي على الهارت بلوك، لكن تسلسل المنهج إحنا ما نقدر نتغير ونتلعب به، فراح نتكلم عن الهارت بلوك مع الإشارة إلى بعض الملاحظات اللي نشوفها بالإي سي جي. عندي الفترة الزمنية اللي تستغرقها ما بين البي كيو، أنتوا تعرفون أنه عندي الرسم البياني، هلا أشوفكم صورة ونفضها. هذا أحسن. شوفوا هاي الفترة الزمنية، هذا البي وهاي الكيو، هاي الكيو منا إلى أن تنزل إلى هنا. هاي. فشو تسمى هاي الفترة؟ تسمى البي، هاي تسمى بي آر، هاي بي كيو. زين الفترة اللي هي بي كيو لهنا، بي كيو نرجع نشرح لكم. احنا راح ناخذ هذا الموضوع ونتوقف بعدين، بس هذا الموضوع اليوم نتكلم عنه. اذا الديوريشن او الفترة الزمنية اللي تستغرقها بين البي والكيو، or as it is often called PR interval, is a measure of the conduction time in the bundle. إذن الفترة الزمنية اللي يستغرقها بعبور الويفز من البي كيو أو ما نعرف دائما بي آر يسموها intervals، هي عبارة عن قياس فترة الانتقال أو فترة الوقت المستغرق للانتقال في البندل. بندل مال من؟ بندل أوف هز. It is normally إشقد قياسها يكون 0.15 إلى 0.2 second. هاي الشكل الطبيعي، لازم هالشكل. إذا زادت أو قلت عن هذا الوقت راح تسوي لي، أو إذا زادت أكثر، إذا قلت غير حالة، بس إذا زادت أكثر من الطبيعي راح تسوي لي هارت بلوك. معناه شنو؟ معناها أنت عندك البندل مدى تنتقل بها الموجة بشكل طبيعي، فيأخذ وقت أطول يلا توصل إلى المنطقة الثانية، هذا يسموه هارت بلوك. Any longer، انتبهوا، any longer time denotes كل هذا نجوا خطوط المهمة. إذا الوقت أصبح تمت ملاحظة وقت أطول من الطبيعي، delay أو تأخير in the transmission along the bundle and maybe the foreigner of complete failure of the conducting
كوندكشن along the bundle known as heart block. هسه ذكرتها يعني. أي تأخير أو فترة طول في انتقال الويفز من بالبندل أو تستم أو الحقيقة أو حتى نهائيا ما تنتقل صفر يعني طويلة جدا فترة زمنية are known as هارت بلوك. إذن هو يسموه هارت بلوك. عندي أنواع من الهارت بلوك. كومبليت هارت بلوك عندي طبعا هارت بلوك تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 أكو أشكال. إحنا نتكلم على المور امبورتنت وان اوف ذم. أول شيء كومبليت هارت بلوك occurs when the ventricles will be cut off from the pacemaker and will stop beating. شلون الكومبليت؟ عندما الفنتريكلز بعد ما يوصلها من البيسيميكر بعد ابدا ما توصلها نبضات زين. however they may restart as low independence rate due to the inherent rhythmicity. تتذكرون قلنا شنو هي ميزه العضله القلبيه وقلنا انه هي بها rhythmicity دائميه وقلنا ما بها تجهيز عصبي وقلنا اذا تتقطع تستمر الويف. فاذا الفنتريكلز بغض النظر عن انه هي ما توصلها بنبضات لكن هي راح تستمر ذاتيا بتوليد الكونتراكشن والريت يكون بحدود 30 بيتس بير مينيت وهو حقيقه كلش بطيء لان يسوي لي افيشنت سيركوليشن. يعني تخيلوا انت عندك من 72 ضربه تصير اقل من نص شلون يقدر يشتغل القلب. وفي كل احتماليات الاس اي نود اند اتريا ويل كونتينيو ات ذير اوريجينال ريت اوف 70 لكن بنفس الوقت انا عندي الاس اي نود وال الاس اي نود راح تستمر بالاوريجينيت اوف 70 بيت بير مينيت زين. الاتريال كونتراكشن ويل سيزد بعد ذلك to be effective in adding the circulation as many will occur whereas the AV valves are shut. يعني تخيلوا بعد يعني ما راح تضيف لي اي شيء ما راح يضيف لي اي شيء الاتريامز. ليش؟ للسيركوليشن. ليش؟ لانه هذني مغلقه لحد الان وما راح يقدر ما تنتقل الموجه وتنتقل لي وتكمل لي السيركوليشن. والاي سي جي ايش راح يسوي لي؟ راح يشوف لي ليش قلنا لكم المفروض نقرا الاي سي جي بس احنا نقراه هنا وبعدين نتذكر من نحكي على الاي سي جي نشرحه مره ثانيه. الاي سي جي نيومرس بي ويف بات فيو اب نورمال كيو ار اس كومبلكس ار ذير وود بي نو تايم كورليشن بتوين ذم. نشوف الصوره الشكل راح تكون بي واي موجوده والار هنا بالنص راح نشوف اكو عندي مشكله بهذا الموضوع. و في مثل هذه الحاله case يعني an electrical stimulator may be implanted in the axilla or abdominal wall connected to the electrodes in the ventricles. ايش راح نسوي؟ قوم نبطل نعوف الانسان يموت نجيب له electrical stimulator جهاز منشط يزرع في منطقه تحت الابط او بالجدار البطني. جهاز هذا الكهربائي يعني يشتغل على الباتري وهو يقوم ينطيني نبضات يسوي لي تحفيز للفنتركلز فيستمر الانسان بالعمل. هذا الحقيقه يعني يعتبر كارتفيشال بيس ميكر اند فنتركلر كونتراكشن فولو ذا ريت سيت باي ذا الكتريكال سيركتس. يعني هذا فد حكي هنا شويه فيزياوي ايش قد يحتاج الطاقه مالته. يجب ان تكون اباوت 20 في 10 ناقص 6 جولز اوف انرجي ار نيدد فور ايتش بلس. يعني شوف ايش قد مقدار القليل جدا للطاقه اللي يحتاجها في فور ايتش بلس. لذلك يزرعون هذا الجهاز لغرض انه يحفز الفنتريكل على الضربات. اذا الفنتريكولار بيتس اوريجينيت ات سم اكتوبيك فوكس. هذا الرسم البياني عفوا مو مال ذاك الحكي نيومرس بعدين نشوفه. هذا يحكي على الاكتوبيك بيت. الاكتوبيك بيت اذا اوريجينيت ات سم اكتوبيك فوكس اند ابنورمال كيو ار اس كومبلكس ويل ابير اون اي سي جي. هذه مثل ما يعني نريد نحكيها الحقيقه يسموها الاكسترا سيستولي. تحدث عاده مره في الاعمار في الاعمار الصغيره الشباب تحدث هذه يسموها الاكتوبيك بيت او يسموها احنا يسموها الضربه الهاربه او يعني اكتوبيك احنا نسميها. هذه تظهر مره و يعني ترجع نفسه يرجع نفسه
الكاردياك ماس ترجع نفسها في العمل مالها، لانه هذه اذا تجيني من منطقه خارجيه تسوي لها اكتوبك بيت، يعني نبضه من ليست من المصدر الصحيح اللي تظهر. فلذلك مو دائما هي مو موجود بيس ميكر دائمي، وانما تظهر مره واحده وتروح بسبب يعني احيانا الاكزايتيشن او الى هذا من هذا الموضوع. زين. This is common occur in young adults and is known as an extrasystole or dropped beat. زين. What term dropped beat is used because the ectopic may be prevent the next pacemaker beat from contracting the. ليش سموها ectopic؟ لأنه هي تظهر مرة واحدة، مرة واحدة وما تعيد نفسها كل ساعة وتصبح بشكل مستمر، وإنما هي عبارة عن مرة واحدة من مكان غير ثابت لينتج لي هذا الاكتوبك بيت، وتكون شكلها الباوز انتل ذا نيكست سكسيسيف بيت ارايف. هاي راح تصير سيستولي دايستولي، يصير عندي فراغ ثم يظهر عندي من جديد، ترجع الحاله الطبيعيه. نقف عند هذا الحد، ونتمنى ان نكون قد قدمنا لكم معلومات في هذا الجانب. راح ننزل لكم رابط شو يسموه رابط الحضور. والآن يعني هنا احنا سعدنا 100 بهذا البلد ميت.